السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة. مشاهدي قناة شوف تي في، جينا باش نسلطوا الضوء على واحد الموضوع ديال هذا السيد هذا، اللي هي قصة غريبة من طبيعة الحال. والذنب ديالها ديال هذه القصة هذه أنه واحد العود اللي حدود اللحظة أنه مربوط في واحد الإسطبل اللي كاري هذا السيد، كيف ما كيقول أنني كاري واحد الإسطبل، واحد الكوري حاط فيه العودان ديالي، حاط فيه ماتريال ديالي. فالام اللي كاريه ليا هاد الاسطبل هاد الكوري هذا ما رضاتش، كيقول لك شدات الفراش، يعني ما بقيتش عارف شكون اللي غادي نخلص. كيجيو عندي لولادها فقلت لهم سيروا ديروا وكاله، يعني الواحد فيكم غيجي يتخلص من عندي نعطيه رزقه. فاذا به انه كيتفاجئ كيف ما كيقول هو، كيف ما غادي نعطيه الميكرو غادي يشرح لنا، كيتفاجئ انه سدوا عليه الكوري، سدوا على العود، يعني خلاو كيموت بالجوع لمده 3 ايام. لحدود اللحظه مشاهده قناه شوف تي في، مازال العود مازال مربوط في الكوري بلا ما، بلا ماكله، بلا حتى شي حاجه. فهاد السيد هذا غيوجه نداء ديالو عبر قناه شوف تي في، قناه الشعب، باش يزيد يشرح لينا ويقربنا من الموضوع وشنو وقع بالضبط. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا قبل كل شيء، عاش الملك ديالنا والاسره ديالو. كنوجه رساله للسي الحموشي انني انا كاري من عند هاد الناس بالعقد ديالي، ها هو كاري من عندهم ماشي من عندهم هما. ودابا هاد امهم مرضات شهرين ما بقيتش كنشوفها، جاو لعندي هما على فلوس كره، قلت لهم دوزوا لي امكم في التليفون هضر معاها، ما بغاوش يهضروا معايا، ما بغاتوش يدوزوها ليا. جاو لعندي من بعد قالوا لي تخوي لينا هاد الماحه تخلصنا بالكره، قلت لي جيب لي وثيقه باش نعرف شكون غنخلص، كيجي عندي مره هو مره تجي عندي بنتها. المهم ما بغوش يعطيوني وثيقه هذه. خرجت نهار الحد في الصباح انايا باش مشيت انايا نجيب الماكله لولادي وداكشي اللي هنايا. من بعد رجعت لقيت هاد الناس دخلوا تهجموا لي على الكوري ديالي، خداو لي داكشي كامل، حيدوه لي لا ماكله ديال العود لا حوايجي، رزقي كامل تما. تيعرفوني الناس انا تندير جوكي مغربي حسن السوداني، كلشي تيعرفني. ما ظلمتهم ما والو، ما تعديت عليهم، وجاو خداو لي رزقي. دابا العود راه مسادين لي عليه من نهار الحد، ما كياكل ما كيشرب، وانا داك العود شادو غير من عند واحد السيد. الا مات ولا شي حاجه، الا مات ولا شي حاجه راه غادي انا محمل المسؤوليه ديالو. وانا مشيت درت شكايه لوكيل الملك، حتى هي ها هي شكايه لوكيل الملك، والبارح في العشيه ومشيت لعند جوندارم ديال الازمور باش يخرجوا غير يعتقوا لي العود ديالي، ما بغات حتى واحد يخرج معايا. واخا شنو كطالب انت دابا؟ انا يعني تنطالب سي الحموش يدخل لي ينقذ لي غير العود ديالي بعدا، وتنطالب من هاد الناس انا راه باغي نعطيهم رزقهم كما كاري من عندهم بالوثائق ديولي. انا بغيت وثيقه من عندهم باش نخلص الكره ديالي ونبقى سالم. وهاد الناس تيهدوني تيقولوا لي وعندي تسجيل في الفيديو، الله المهم تيسبوا هما فيه، تيعايروا المخزن، تيعايروا جميع هو واخته. ها هما عندي فيديوهات ما بغيت تصنت ليا اليوم، حتى واحد المخزن ما بغيت تصنت ليا اليوم. ها هما فيديوهات كاع المخزن مشيت عنده، حتى حد ما بغيت تصنت ليا. شنو كطالب انت دابا؟ كطالب تنطالب بحقي، والعود راه غادي يموت، الا مات راه هما اللي غيتحملوا المسؤوليه ديالو. وصاد الشيء اللي كاين السي الحموشي، راه هو هذا اللي كاين، راه قلتو لك انا هذا الشيء اللي تنعرف. ولا غلطت شي حاجه انا راه ما قاري، سمحوا لي. واخا باش نزيدو نفهمو دابا، نتايا شحال كاري ديال؟ انا كاري 4 لي بوكسات، فيهم 4 لي بوكسات لي سطابل ديالنا هو اللي كاري من عندها، وبكل وثيقه ودافع هذا الشيء. راه في لاسوريك حتى هما العود ديالهم راه تيموت، تنوجه رساله لاسوريك حتى هي راه عودي كيموت تما، وهذا الشيء اللي كاين. واخا شحال الثمن اللي كاري وشحال المده؟ 16000. انا كاري من عندها عام، ولكن المده ديال هذا الكونتر اللي صيبتي الله عندها شي ربع شهور، عندها شي ربع شهور هذه المده ديال الكونتر. انا عام باش كاري من عندهم، من قبل رمضان بشهرين باش كريت من عندهم هاد الناس. ومن بعد جيت انا دابا، هما راه ملاحوا لي فرعوا الباب ودخلوا وبدلوا قفول اخرين وسادين لي على العود ديالي تما. العود راه مسدود، راه غادي يموت، راه من نهار لحد ماكله مشرب وما ذنبو والو داك العود، ما والو، مسكين كيتعذب تما ومسجون، الله اعلم اش طرى لي انا راه من نهار لحد. وتيهدوني هما، ها هو التسجيل عندي ماشي ها هو، تيهددني الا دخلتي تما غنقتل دين امك، دخلت تما تموت. انا دابا راه من نهار لحد ما مشيت تمايا ما كنقدرش ندور كاع في الدوار كاع. وتيهددني دابا، تيقلب عليا بالطوموبيل انه غادي يهزني في الطوموبيل وغيديني للبحر وغادي يقتلوني.
ها هو التسجيل عندي. يعني انت دابا كتطالب غير القانون؟ غير القانون ياخذ لي حقي، كما انا داير قانون ديال الوثائق وكل شيء، انا ما كندير شي حاجه كتختلف قانون كاع، اي حاجه تندير لها وثيقه ديالها، وهاد الناس تكرفصوا عليا والمخزن ما خداش لي حقي. القانون راه فوق الجميع، ما خداوش لي حقي جوندارم. فوق الجميع الجوندارم ما خداوش لي حقي ديال الزمور وما عطونيش وقت. لا شوف، الشكايه ديالك غتاخذ المجرى ديالها في اطار البحث، في اطار التحريات. اكيد الميكرو باش نهضر. اكيد راه رجال الدرك الملكي قايمين بالواجب، غير هو في اطار البحث والتحريات. يعني المسطره راهي غاديه، المسطره راهي ماشيه، اكيد راه القانون غتاخذيه. حنا في دوله ديال الحق والقانون، حنا ماشي في دولة ديال الغابة، يعني التهديد، القتل، يعني الظلم، الحقرة، حنا في دولة ديال القانون. يعني أكيد راه القانون ديالك والحق ديالك راه غتاخذه إن شاء الله. أنا دابا أنا عشت كل شيء، دابا عشت الظلم، عشت الحقرة، كل شيء عشته، كل شيء عشته دابا أنا. ظلم، حقرة، أي محسن، أي واحد يتدخل، أنا رزقي ورزق ولادي مشى ليا دابا هكاك. أنا دابا ما عديتش من ناكل، ما عديت من نشرب، لأن العود ديالك يموت، أشدو من عند عباد الله، كل شيء تضيع لي دابا، لا حتى عندي لا رحيم لا عتيق، لا خويا اللي غيدخل، حتى واحد ما عندي ما عقلوش عليا، مازال القايد مشيت عندو اليوم واحد المقدم عطاني وقت تما، ومشى راه مشى غادي يشوف العود أشناهو واقع لي دابا، قال لي غنعيط ليك، راه ما عيطش ليا، العود راه باقي مسجون تما. يعني كتشوف راسك انت تحقر كل شيء، حقره ظلم، كل شيء حقره ظلم، تعدو، كل شيء وقع لي انا، وانا كل شيء دايرو بالقانون، ما كاينه شي حاجه ما دايرهاش قانونيه، هذا الشيء راه في الاثور كتابه، العود كيتكرفص، انا تنتكرفص، ولادي تيتكرفص، وكل شيء تيتكرفص. يعني انت بغيتي غير القانون يطبق؟ بغيت القانون انا، القانون، ويلا لقوني انا داير شي حاجه مختلفه القانون يعاقبوني بداك الشيء، تقبل اي حاجه الا لقوني مختلف كلمه ديال القانون انا، او لا معدي على هاد الناس، ولا مدي لهم شي ريال، او لا ظلمتهم، او لا ما بغيتش نخلصهم. انا عطيتهم، قلت لهم جيبوا لي غير وثيقه، او لا جيبوا لي غير جوج شهود معاكم، واجيو هاكوا رزقكم، انا عندي فلوسهم، كل شيء، دخلوا لي للدار، ريبوا لي كل شيء، رزقي اللي جمعته عام، وانا تندير حارس ليلي في الظلمه، انا تندير جوكي، وكنت توقع لي مشاكل، تهرست وادي كنت درت كسيده وتهرست، ودابا جيت مشيت خدمت حارس ليلي، مراتي تاهي مسكينه خدامها في الدار، جمعنا باش نديرو هذا الشيء، درناه، باقي ما جريتش انايا كاع العود، راه لا صوري كل شيء عندهم تاهمايا، العود باقي ما جراش، خاسر رزقي انا عام دابا وانا تنصرف، وما بقى عندي حتى ريال، جو هما طيحوا عليا كل شيء، العود كنت باغي نجري نهار جوج في شهر 12 كنوجد فيه باش غنجري لمولات او عاطيني عود، الله اعلم شحال شاريه من عند سيدنا هذا العود ديال الحراس، ما الله اعلم هو بشحال واخذه، واش واخذه كريدي تا هو ولا مخلص ولا الله اعلم به، انا العود غادي يموت دابا منين غنعطيه ليا انا باش غنرد ليه انا اش غنقول ليه، ما قدرتش نعيط ليه انا. فمشاهدة قناة شوف تي في، صراحة قصة مؤثرة ومبكية من طبيعة الحال، كيف ما كنشوفوا هذا السيد اللي كيبكي قدامكم، ما طالب حتى شي حاجة سوى أنه طالب العود ديالو، طالب حقه، طالب الإنصاف ديالو، كيقول لك شنو الذنب ديال العود؟ يعني أنا بيني وبين مشاكل، الذنب ديال العود أنه ما واكل، ما شارب، أنني أنا جوكي يلاه باغي نخدم، يلاه باغي نعيش وليداتي، يعني كل شيء كيعاني. فمشاهدة قناة شوف تي في، كنتمنى الناس المسؤولين انهم ياخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار، تكون عندهم اذان صاغيه وقلوب رحيمه لترحم العود اولا، العود اولا اللي مربوط دابا في الكوري من نهار الحد، ماكله مشرب ما حتى شي حاجه. فمشاهدي قناه شوف تي في، غادي نختموا هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث مباشر واحد اخر، الى ذلك الحين كنقول لكم دمتم ودمنا في رعايه الله، والى اللقاء، السلام عليكم.